النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. انطلاقا من التزامها بتعزيز ونشر الاستدامة والشفافية في الأسواق المالية، اختتمت بورصة البحرين مشاركتها في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28. وقد تم خلال المؤتمر استعراض جهود تعزيز الاستدامة وآخر المستجدات في الأسواق المالية البحرينية. وقد شاركت بورصة البحرين مع مصرف البحرين المركزي في جلسة نقاشية تحت عنوان تسليط الضوء على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك في جناح مملكة البحرين بالمؤتمر. وأكد الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أنهم في بورصة البحرين بدأوا رحلة دعم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بإصدار دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الاختياري لتقارير الشركات المدرجة في عام 2020، كما أشاد بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل مصرف البحرين المركزي لتبني إطار موحد لإفصاحات الاستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق المزيد من التوافق وإمكانية المقارنة بين مختلف الإفصاحات في السوق، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. انعكاساً لجهود صادرات البحرين الحثيثة لتحقيق مبدأ التكافؤ بمختلف المجالات ودعم المرأة البحرينية ورائدات الأعمال وإيمانها بتمكين المرأة ودورها الحيوي في الازدهار الاقتصادي للمملكة، حصلت صادرات البحرين على جائزتين عالميتين تخص المرأة. فقد نالت السيدة صفاء شريف عبد الخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين على جائزة أفضل رئيس تنفيذي ناشئ لهذا العام في مجال التصدير من قبل The Global Economic Award، ويأتي اختيارها لهذه الجائزة بناء على دورها الكبير ولقيادتها الاستثنائية لصادرات البحرين والتزامها بالسعي نحو التقدم والاستدامة والابتكار. كما حصلت صادرات البحرين أيضا على جائزة أفضل جهة حكومية لتمكين المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل The European Global Sustainability and ESG Awards، حيث تعد هذه الجوائز بمثابة انعكاس على الاعتراف العالمي وتقدير للجهود الدؤوبة والحثيثة المبذولة من قبل صادرات البحرين لتقديم المساندة والدعم لتعزيز أداء دور المرأة البحرينية ومشاركتها في الازدهار الاقتصادي للمملكة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة زينب متروك، أخصائي أول بقسم التسويق والترويج في صادرات البحرين. مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية، وفي البداية ما أهمية حصولكم على هذه الجائزتين؟ أولا نشكركم على هذا اللقاء الهاتفي، ونحن فخورين بهذا الإنجاز واللي يعكس دور المرأة البحرينية وقدرتها على العطاء والإنجازات في مختلف الأدوار وفي جميع المجالات. وطبعا هذا يعد انعكاس على الاعتراف العالمي والتقدير للجهود المبذولة من قبل فريق العمل في تقديم المساندة والدعم لتعزيز دور المرأة البحرينية ورائدات الأعمال. وطبعا تأتي هاي الجوائز المرموقة انعكاس للجهود المبذولة أيضا لتحقيق الإشراك والمساواة الكاملة بين الجنسين في مختلف المجالات. وطبعا هذه الإنجاز الكبير إضافة جديدة إلى ما تم تحقيقه مسبقا، فمن تأسيس صادرات البحرين حصدت على أكثر من 15 جائزة مختلفة عالمية ومحلية، وهذا تقدير يعكس النتائج الإيجابية والمتميزة للجهود المبذولة. أستاذة زينب، هل هناك مشاريع معينة قمتم بتطويرها والتي ساهمت في فوزكم بهذه الجوائز المرموقة؟ بالتأكيد، طبعا هذا الاعتراف العالمي يعكس الدور الكبير والقيادة الاستثنائية والالتزام بالسعي الدائم نحو تعزيز التقدم والاستدامة والابتكار للخدمات والمنتجات المحلية. وطبعا نحن نسعى دائما لإدماج احتياجات المرأة عن طريق دعمها بالعديد من الحلول والخدمات المساندة. فمنذ التأسيس تم دعم وتصدير نسبة
أكثر من 30% من منتجات وخدمات من مؤسسات مملوكة من قبل رائدات أعمال بحرينيات. ونعمل أيضا على تعزيز وجود وازدهار المرأة في الصناعات اللي تتفاوت بها نسبة الرجال تقليديا. كما ذكرت مسبقا، طبعا هاي سعيا منا نحو تحقيق الإشراك والمساواة الكاملة بين الجنسين في مختلف المجالات. بالتأكيد الأستاذة زينب متروك، أخصائي أول بقسم التسويق والترويج في صادرات البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.